مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيادة الأطفال. اليوم عندنا فقرات منوعة وكمان رح نجاوب على بعض الاستشارات إن شاء الله. فقرتنا الأولى عن تقبيل وحضن الأطفال. أحيانا ممكن نكون مقصرين مع أطفالنا وإحنا أصلا مش منتبهين للموضوع. يا ترى لو سألنا الأمهات مثلا الطفل بعمر المدرسة كم مرة بتبوسيه في اليوم؟ كم مرة بتحضنيه في اليوم؟ رح نتفاجأ من الإجابات إنه هذا الطفل كأنه راح منسي. أنا بتخيل مواقف كثير لأطفال إنه طفل يجي يطلب من أمه تبوسه، يطلب من أمه تحضنه. تخيلوا يعني حجم الأذى اللي بكون مر فيه الطفل قبل ما أمه تحضنه أو تبوسه، لدرجة إنه طفل يطلب يحكي لي ماما من زمان ما حضنتيني، أو لأبوه والله من زمان ما بوستني. ليش؟ لأنه بشوف هو أجا غيره، فبالتالي كأنه غيره الطفل الجديد حل محله. إحنا مع الأسف الشديد إنه كثير من الأهالي الطفل بس يكبر شوي خلص بصيروا يعزفوا عن الطفل ويتعاملوا معه على إنه كبير. لا يا عمي، ما في كبير. الطفل حتى لو صار بعمر المدرسة أو صار بعمر البلوغ شو ما كان، المفروض إنه إحنا بدنا نضلنا نقبل الطفل ونحضن الطفل. القبلة خلال الأشهر الأولى من عمر الطفل غير عن السنوات الأخرى. يعني مثلا أنا ممكن أبوس الطفل، أضم الطفل بحنية وهلم جرة وأشد على الطفل خلال الأشهر الأولى من حياته، حتى خلال السنتين الأولى والثلاث. هلأ بوسة الطفل عمر المدرسة ممكن تختلف. أول إشي مثلا بإمكان لما يفوت الطفل، لما أفوت أنا نتباوس أنا والطفل، شوف أنا كيف شعرته بالحنان قبل النوم. بوسة قبل النوم مهمة. هلأ ممكن طريقة البوس تختلف للطفل، مش إنه بدي أبوسه 10 بوسات وراء بعض زي طفل عمره أشهر، بس إنه أنا كمان بدي أشعره إنه أنت طفلي، أنت حبيبي، أنا بدي أضل أبوسك، بدي أضل أحضنه. وتأكدوا أيها الأم أيتها الأب، إذا أنت ما بتبوس طفلك وبتحضنه على الأقل 10 مرات في اليوم، اعرف إنك مقصر فيه، واعرف إنه هذا الطفل رح يتأثر نفسيا منك، خصوصا إذا كان في طفل أصغر منه أنت بتبوسه أكثر وبتتعامل معه أكثر. كثير من الأهالي أصلاً هم رغبتهم في بوس أطفالهم وحضن أطفالهم كل ما كبروا كل ما خفت. وهون إحنا كيف بدنا نقاومها هاي؟ بدنا نقاومها بالإكثار منها. يعني أنا طفلي بالعكس حتى وهو نايم ممكن أروح أبوسه 4-5 مرات، أبوس كل الأطفال شو ما كان أعمارهم. حتى يعني جماعة الخير الأطفال اللي بعمر البلوغ 14-15 سنة، لو حضناهم يعني بالمناسبات البسيطة، مثلا إنه المناسبات البسيطة اللي هي دخلتنا على البيت، إنه الطفل طلع برا ورجع، يعني إنه مثلا الطفل وهو نايم قبل النوم، يعني هدول الأمور اليومية اللي بتتكرر، مش أبوسه والله إذا نجح في التوجيه بس، أو أبوسه إذا والله أنا كنت مسافر، لا، بدنا نشعر الطفل بحناننا. الشغلة الأخيرة بدنا نحكي فيها عن هذا الموضوع اللي هي تقبيل الأطفال من ناحية بالفم. يعني كثير من الأمهات بيتضايقوا لما حدا يبوس طفلهم من تمه، وهون معهم حق. يعني إحنا قبلة الفم بشكل عام ما بننصح فيها، رغم إنه كثير من الأمهات هم بحبوا يبوسوا أطفالهم، وكثير الأم نفسها بتبيح لحالها، طبعا هي أم في الآخر حقها، إلا إنه بتتضايق لما حدا تاني غير أبو الطفل يبوسه، يعني مثلا سته، عمته، خالته، وبتشعر إنهم كأنهم بدخلوا له جراثيم، أو بعض الأمهات بتشعر بالقرف إنه باس الطفل من أمه. مشان هيك الطفل حق أمه، يعني لو باسته ما حدا بيقدر يحتج عليها بشي. بس إحنا بشكل عام ما بصير إنه نبوس طفل غريب عنا من تمه، سواء كان ابن أخوي، ابن عمي، ابن خالي، ابن أختي، ما بصير أبوسه من تمه. بنبوس الطفل على خده، بنبوسه بإيده، بنبوس جبينه. هلأ هذا البوس المباح للآخرين. طفل لأمه وأبوه هم حرين يساووا فيه شو ما بدهم، إلا إنه حتى قبلة الفم لو بدهم يقبلوا مثلاً شفاه الطفل تكون التم مسكر بحيث إنه ما يدخلوا للطفل جرثومة من خلال اللعاب. والله يحفظ لكم أطفالكم وما تنسوهم، ضلوا حضنوهم وضلوا قبلوهم. الحرارة تعتبر أكثر سبب شيوعاً لمراجعة طبيب الأطفال أو مراجعة قسم الطوارئ. أكثر سبب ممكن يخوف الأمهات، إلا أنه الخوف أحياناً مبالغ فيه. نصيحتنا للأخت هون بدها تراجع الطبيب، ضروري أنه تأخذ طفلها على الطبيب بحيث أنه يشخص سبب الحرارة وينزل الحرارة، إلا أنه بدي أحكي بعض الومضات المهمة خصوصاً في سؤال الأمهات. هلأ ضروري يا أخت أنك تكوني أنت دقيقة في وصف المشكلة للطبيب. يعني مثلاً
احنا مثل هون والله الحراره بتنزل ولا بتنزلش، بتطلع مش فاهم شيء من الاستشاره. كثير من الامهات والله انا بعطيه خافض وحرارته ما بتنزل، بيطلع قصد الام انه بتنزل حرارته مثلا 5-6 ساعات وبعدها بترد تعلى، هاي اسمها ما بتنزل، هاي اسمها مش ما بتنزل، اسمها نزلت وردت عليا. فالام مشان الطبيب يجاوبها بطريقه صح المفروض انها تساله بطريقه صح. هاي شغله. الشغله الثانيه الحرارة المفروض انه نقيسها بميزان الحرارة، سواء الميزان الحرارة الشرجي او ميزان الحرارة تحت الابط او ميزان الحرارة اللي على الضوء، المفروض تكون الام قايستها قبل ما تحكم انه الحرارة نزلت او لا. ما تكتفي باللمس اللي هو سواء بايدها او بالشفايف، لانه كثير من الحالات بتكون الحرارة نزلت والام حاسيتها لسه الطفل سخن، احيانا من خوفها احيانا فعليا جلد الطفل بكون عنده سخونة. فبالتالي احنا بدنا نقرر وضع الطفل بناء على فحص الطفل. حرارة تساوي فحص الطفل، مشان هيك لازم كل طفل بترتفع حرارته أكثر من 38 درجة مئوية وما بتكون عارضة بتتكرر مرتين أو ثلاثة أو أكثر، ضروري أنه نراجع الطبيب ليشخص السبب ويعالج السبب ونخفض الحرارة. إلا أنه واجب الأم أنها تخفض حرارة الطفل لحين استشارة الطبيب. كيف نخفض حرارة الطفل؟ بكل بساطة عندنا احنا شغلتين، عندنا تبريد الجسم وعندنا الشغلة الثانية اللي هي بدنا نعطي الطفل خافض حرارة. تبريد الجسم من خلال تبريد الجو، نخفض حرارة الجو، يعني مثلا إذا كانت الغرفة حامية سواء بدنا نشغل مروحة ما تكون مباشرة على الطفل أو المكيف، نهوي الغرفة إذا كان الجو مناسب. والشغلة الثانية نحط للطفل كمادات مي فاترة مش كمادات مي باترة مش باردة. هلا المي الفاترة بتخفف حرارة الطفل. الشغلة الثانية بدنا نعطي الطفل خافض حرارة. خافض الحرارة موجود منه على شكل شراب، موجود منه على شكل تحاميل، وطبعا في مواد مختلفة المفروض الأم تكون عارفتها وعارفة الجرعات المناسبة لطفلها. يعني ما بيزبط تعطي جرعة هي مش فاهمتها أو بدها ترجع لطبيبها. مشان هيك كل أم لازم تكون عارفة الجرعة المناسبة للدواء لطفلها، بحيث أنه بالليل إذا ارتفعت حرارته تتصرف لحين الصبح، لأنه مش شرط أنه بمجرد الطفل ما ارتفعت حرارته تنقل الطفل مباشرة على الطبيب أو على الطوارئ، لا، ممكن إنها تصبر للصبح إذا كانت حالته مش خطرة ولا تستدعي، يعني ما عنده علامات مثل إزرقاق جسم الطفل أو عنده تسارع في النفس أو تسارع في دقات القلب، هي علامات الخطر اللي بنخاف منها مع الحرارة. بالتالي تخفض حرارة الطفل وبعديها الطفل ممكن تنقله على الطبيب براحتها. من العادات الخاطئة اللي بيستخدموها الأهالي وضع كحول أو وضع خل على جلد الطفل، هذا ممكن أنه يمتص الجلد وبالتالي يعمل مشاكل عند الطفل. حرارة تساوي فحص الطبيب، وبالسلام لأطفالكم. الله ياخدك، إن شاء الله تموت، الله يريحني منك، جننتني. كثير دعوات بنسمعها من الأمهات على أطفال، أحياناً ممكن حتى الآباء، يعني ما بعرف هو حتى بسب على حاله، يلعن أبوك. تخيلوا أنتوا عماله هو بيلعن في حاله بذاته. يعني إحنا قصة الدعوات مع مين نتعامل فيها؟ نتعامل مع الذات الإلهية، مع ربنا. يعني هي أولاً كأنها قلة احترام للذات الإلهية اللي بنتعامل معها. عم ندعي على مين؟ على فلذة أكبادنا. ندعي وبعدين في الآخر بنقول يا رب لا تستجيب. دعاء نحكي من وراء قلوبنا، واحيانا هذا الدعاء بصير من امام قلوبنا من كثر ما بيتكرر. يعني احنا بنتخيل ام بشكل يومي بتدعي على اطفالها، على شو؟ الطفل لعب، الطفل ضحك، الطفل خرب، او الطفل حتى يعني اقصى ما يمكن شو بده يعمل الطفل؟ بده يخرب في البيت. تخيلوا الدعوات، دعوات لانه الطفل مش راضي ياكل بنشوفها، دعوات لانه الطفل والله بمارس حق بسيط في حياته مثلا، او الطفل مش راضي يمارس حق بسيط انه يدرس مثلا. تخيلوا هاي الدعوات. هلا هذا دينيا اولا مش مقبول، لانه يعني في حديث عن الرسول وارد بما معناه انه ما تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على اموالكم، لانه بنخاف تكون في ساعه استجاب وربنا يستجيب. هلا انت دعيت، هلا لو ربنا استجاب لك ما بتقدر تقول لا انا دعيت من وراء قلب. الدعوه دعوه، والدعوة باللسان وبالقلب، يعني في الآخر أنت طالما نطق بها لسانك خلاص، يعني أنت دعيت هاي الدعوة. طب نتخيل بالله أثر هذه الدعوات اللي بندعيها إحنا على أولادنا، هل يا ترى رح تكون أثر حسن؟ هل الطفل هذا رح يحبنا؟ على الأقل هل رح يشعر إنه الأم بتحبه مشان عاملها بتحبه بتدعي عليه؟ أكيد لا، هو رح يشعر الأم إنها بدها تخلص منه. تخيلوا الله يريحني منك، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنشل. دعوات كبيرة، ما بعرف كيف يعني قلب الأم أصلا بتحمل أو إنه لسانها ينطق بهيك كلمات. يا جماعة الخير،
هلأ هذه ليست حل لا لشيء، ولا بتحل مشكلة، ولا بتخفف من عناد الأولاد، ولا بتخفف من كثرة مشاكلهم، ولا بتحسن من أدائهم، بالعكس بتسيء. وبصير أحياناً الطفل هو يدعي على حاله مع الأم، بقولها آه إن شاء الله أني أموت، الأم الله ياخدك، آه إن شاء الله أموت ترتاحوا مني. ويا ما سمعنا أطفال حتى لو الأم بطلت على الدعاء ترسخت في عقله، هو يدعي على حاله بس كأنه بعاقب في الأم في الدعاء على حاله، أو بعاقب في الأب في الدعاء على حاله. مشان هيك بدنا نتجنب هاي الظاهرة اللي ممكن إنها تكسر العلاقة الودية بين الأم وطفلها، بين الأم وبنتها، بين الأب وأبنائه وبناته، حتى الدعاء على الآخرين. يعني إحنا كثير من الأمهات بصيروا يدعوا على مثلا يعني قدام الطفل على الآخرين، مثلا على المدرس لأنه ما أعطاهوش علامة، على الحماية، على الأقارب. هلأ كمان هاي ظاهرة سيئة، فبالتالي بدنا نحاول نتجنب ظاهرة الدعاء السيء. علموا أطفالكم الدعاء الحسن، ادعي له الله يهديك. يعني أنا بتخيل كثير من الأمهات إنه لما بتدعى على طفلها مثلا بتقول له الله يهديك، حتى بتكون هي معصبة. تخيلوا هاي شو راح تترك أثر نفسي عند الطفل. ممكن عن جد يعني ربنا يستجيب ويهدي الطفل اللي هو أصلا يعني طفل بريء، يعني مهدي من دار أبوه، بس القصة إنه في الأمور السلوكية البسيطة اللي مش معجب الأم ممكن إنه تتحسن. يعني مثلا بعض الأمهات حتى وهي زعلانة بتدعي للطفل دعاء حسن، روح إن شاء الله بتصير دكتور، روح إن شاء الله بتصير مهندس مثلا. تخيلوا كيف يعني هلأ هذه الناحية الإيجابية اللي نحطها في أطفالنا هي اللي المفروض نزرعها فيهم، مش نزرع فيهم الدعاء السيء اللي عمالنا بنسمعه على الطايحة وعلى الرايحة بكل بساطة عند الأمهات. ربنا يهدي أطفالكم. لكن هاي الاستشارة شوية فيها خلط للأمور، يعني اللي هي أصلاً ما إلها علاقة في بعضها، يعني ما في علاقة بين زيت الزيتون دهن الجلد فيه وبين تصليب الطفل أو حتى بالفيتامين دال أو إنه الطفل يصلب أو يصير أقوى عضلاته. بس خلينا نعطي إحنا نبذة عن الموضوع. هلأ باختصار، دهن زيت الزيتون لجلد الطفل أو البيبي أويل هو مفيد للطفل من ناحية إنه ممكن يرطب الجلد. أحياناً بعض الأطفال حتى المواليد الجدد اللي بيكون جلدهم بتكشر ممكن انه يغذي الجلد بحيث انه يتجدد الجلد بطريقة حسنة، فهو مفيد وما في مشكلة. حتى احنا زيت الزيتون نعتبره بركة، ممكن الامهات بيحبوا يدهنوا فيه الجلد رغم انه تنظيفه بصير بالحمام اصعب، الا انه ما في مشكلة يدهنوا فيه. بس هل يا ترى انه اذا عرضنا الطفل للشمس بعد دهن زيت الزيتون افيد؟ لا، ما له علاقة. تعريض جلد الطفل للشمس هو بغذي الطفل بفيتامين دال، هو بصير مصدر من مصادر فيتامين دال. بس فيتامين دال بحد ذاته ما له علاقة في التصليب ولا له علاقة بالمشي. احنا تأخر المشي عند الطفل او انه الطفل يصلب يغز على رجليه، بمعنى لما بدي اجي امسك طفل انا الطفل هذا مثلا من تحت ذرعانه واوقفه على شيء، الطفل ما بيوقف، يعني بنزل رجليه وبيثني فخاده. هلا في هاي الحاله هاي ما إلها علاقه ولا بالفيتامين دال ولا بالكالسيوم ولا بغيره، ولا هي مشكله مرضيه، فما فيها اي فائده اضافيه للفيتامين دال، الا انه تعريض الطفل للشمس بيحسن فيتامين دال، فيتامين دال بيحسن من العظام عند الطفل بشكل عام اللي هي صحة العظام ونمو العظام، وهذا المفيد للطفل. أما نحط على الطفل زيت زيتون ونعرضه للشمس كأنه بنحرق جلده أو بنسمر في الطفل، ما إله داعي وما إله أي فوائد إضافية. بما أنه إحنا بنحب الطفل والأم، وكثير من الأهالي بيتفاعلوا مع قضايا خاطئة من كثر اهتمامهم في قضايا اللي بتعني الطفل والأم، اليوم حبيت أركز على نقطة يعني منتشرة كثير على الإنترنت اللي هو الجدول الصيني. يعني بمعنى إنه في عنا صورة على الفيسبوك، هلأ بتشكل إنه بنعرف كيف إنه بده يجي ولد ولا بنت، سبحان الله، يعني كأنه إحنا صرنا نفصل. هلأ إنه حسب عمر الحمل أو شهر الحمل اللي هو مثلا في أي شهر بلشت حمل الأم وعمر الأم، إنه بنقدر نعرف اللي بده يجي ولد ولا بنت. فالجدول أنتوا شايفينه. هلأ هذا الجدول إحنا حبينا نقنعكم بطريقة منطقية إنه صح أو لا، ورح نشوف الإجابات كلها إنه الإجابات جزء منها صح وجزء منها خاطئ، إنه مصادفة. يعني إحنا بنحكي على احتمالية ولد أو بنت، إحنا احتمال 50%، فاحتمال تصيب واحتمال تخيب 50% ب50%. مشان هيك سألنا السؤال على الفيسبوك، هل يا ترى إنه زبط معكم ولا ما زبط؟ رح نلاحظ إنه جزء كبير من الإجابات إنه ما زبط. طالما ما زبط مع كثير من الناس معناها الجدول مش صح. حتى لو زبط معكم أنتوا
مع غيركم ما زبط، معناها الجدول خاطئ. فما بدنا احنا نمشي وراء اوهام معينه ونصدق كل شيء ونعمل له شير، لانه كثير من المسائل اللي بنشوفها على الفيسبوك ومع الاسف تنتشر بانتشار رهيب وهي بتكون خاطئة إلا إنها بتستهوي الأمهات وبتستهوي الآباء. مش كل شيء بيستهوينا أو كل شيء بنحبه أو كل شيء زبط معنا معناها صحيح. إحنا لما بنعمل دراسة بنعمل دراسة على مئات أو آلاف لنستنتج إنه هذا صح. هلأ إشي صار معاي في حياتي أنا هذا لا يعني إنه صحيح، أو إنه مثلاً إشي صار مع طفلي إنه إشي صحيح، لأنه ممكن نفس الإشي صار مع طفل آخر كانت النتائج عكسية بالنسبة للأدوية، بالنسبة للعلاجات، بالنسبة للتربية، بالنسبة لكثير أمور. فبالتالي هذا الجدول غير صحيح، ممكن يزبط مع ناس ممكن ما يزبط مع ناس، ما بصير نعتمد عليه ونبني آمالنا عليه. الأطفال من المواضيع المهمة جدا، يعني خصوصا الرضع أول 3 شهور من حياتهم عادة فعليا الطفل ممكن يبكي لساعات وممكن يكون وقت طويل متواصل. يعني إحنا بالنسبة لبكاء الطفل ضروري إنه نعرف شو سبب البكاء ونعالج سبب البكاء، لأنه ما في دواء للبكاء. يا ريت لو عندنا دواء للبكاء وكان يعني بياخدوه كل الأطفال وبنرتاح من هاي المشكلة. يا ترى شو أسباب البكاء عند الطفل؟ إحنا أكثر سبب بنشوفه اللي هو الجوع. يعني بكل بساطة الأم كل ما طفلها بكى كل ما شعرت إنه الطفل جوعان وبدها ترده، وهذا أحد الأخطاء الشائعة. الطفل في عدة أسباب مهمة اللي لازم نستثنيها خلال تعاملنا مع الطفل لنخفف من بكاء الطفل أو نحل المشكلة اللي موجودة عند الطفل. السبب الأول الجوع، والجوع إحنا ما بصير إنه نعود الطفل إنه كل ما عيط الرضع، لأنه جوع الطفل عادة بكون المولود ولادة عادي وما في عنده أي مشاكل وزنه طبيعي. كل 3 ساعات الطفل بجوع، والمفروض نعوده على نظام معين كل 3 ساعات، وإذا عيط بينهم ندور على سبب آخر. من الأسباب الشائعة بين عمر الأسبوعين والثلاث شهور اللي هي مغص الأطفال، وهذا المغص عادة له صفات معينة اللي هي الطفل بكون يبكي بحرقة على شكل نوبات، ممكن تيجي 2-3 يهدى ويرد يبكي، بكون برفع إيديه ورجليه بثنيهم، الطفل حتى وجهه بيحمر أو أحيانا بيزرق، وبيبكي بحرقة شديدة، وحتى يعني صيغة المغص بكون بيبكي إر يعني بنلاقي هاي الأحرف موجودة في صيغة البكاء. الأم بعد فترة ممكن إنه تكتشفها. طبعا علاجه من خلال انه نريح الطفل، ننفس للطفل في ميزان الحراره نساعده، ونحاول نعطي الطفل بعض المهدئات، والام بدها تتصرف مع الموضوع بهدوء. هلا طبعا احنا علاج المغص في حلقات اخرى ناقشناه وممكن انكم تشوفوا. من الاسباب الاخرى انه ممكن الطفل يكون بردان، ممكن يكون الطفل حران، يعني كثير من الاهالي بلفوا الطفل بشكل كبير، فبالتالي الطفل الشعور بالبرد او بالحراره هلا كمان هذا مؤذي عند الطفل. السبب بعض الأسباب ممكن تكون إنه مثلاً الطفل مريض. هلأ الأسباب كثيرة عند الأطفال، فبالتالي إحنا بدنا نتعامل مع الموضوع بهدوء، وهون مهم وتخلي الأم حدا يساعدها لتهدئ الطفل. إذا الطفل ما قدرت تهديه هي ولا أقاربها، ممكن في هيك حالة إنه تراجع الطبيب لحد ما يشوف إنه ممكن الطفل يكون مريض عنده، بشكو من أي شكوى أخرى أصلاً الأم مش منتبهت لها. إذا كان في عنده أعراض عضوية هون بكون أكيد مريض، مثلاً الطفل بيتقيا أو مسهول أو عنده حرارة، بكون سبب البكاء هو مرضي وبالتالي لازم نراجع عند الطبيب. هيك بنكون أنهينا حلقة الليلة من برنامج عيادة الأطفال، وإن شاء الله بنلتقيكم في حلقات مقبلة ومواضيع شيقة أخرى.